رهن التحقيق سيبقى العقيد إبراهيم شمس الدين، هذا ما قرره النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود بعدما استمع القاضي شربل أبو سمرة من قسم المباحث الجنائية المركزية لإفادة شمس الدين طالبا مواجهة بينه وبين رياض قبيسي يوم الجمعة. إذا بهمه الفساد صحيح يروح على الدوائر العقارية، يروح على غير إيجارات، مش بس يحطط على إدارة الجمارك. وبينما كان التحقيق جاريا مع شمس الدين وعددا من عناصر الجمارك، اعتصم خارج مبنى وزارة العدل عدد من المخلصين الجمركيين دعما لهم. نحن معتصمين لأنه قبل كل شيء يعني عيب بحق الجمارك، يعني مدير عام جمارك يتعامل بهالطريقة. اتهمنا نحن انه حراميه ونصابين وزعران وسرقين، هو هالقد شريف وصاروا يشبقون للجمرك بالألف ليرة، عيب عليهم. نحن ما بنرضى، نحن اذا بوقفوا مهرب، نحن اذا هن بوقفوا مهرب الجمرك يا ما بيلقطوه، نحن بنستفيد، الاوادم بيشتغلوا، التجار ما عاد لهم ثقه فينا. يعني 90 او 95% من التجار والشغل تحت نظام 100% ما عاد لهم ثقه من وراء هيبه، يعني ضربوا هيبه الدوله. يعني خلينا تفسر نحن جايين مشان شخص معين او اكس او عقيد او العميد، ما بنحكي باسمه لانه هو ممثل الجمارك تحت. يوم الثلاثاء كانت مواجهة قبيسي مع شمس الدين في الشارع، أما الجمعة فستكون في مكتب القاضي وأداتها الكلمة.